علم من القاده هيوستن الى تحتمس 13 بسم الله الرحمن الرحيم. في خلال 10 ثواني هيبدا الانطلاق. 10 9 8 6 ايه في 7 في النص؟ انا قلت 6 قبل كده. لا انت ما قال 7 مش نط الأربعة. يلا 4 3 2 1 انا خلصت. في صفر. صفر. قول انطلق. انطلق. مش ممكن. وبالنبي وبالنبي ايه المكوك باظ؟ لا اصل انت لازم تكرك لها كده وانت بتدور المارش. الكوري كله كده. هو المكوك ده هونداي؟ لا ميتسوبيشي. يبقى الماني بقى. طب عدم المؤاخذة، هو انت مستحمي ومتوضي؟ متوضي من الفجر وما نقطش. وبالنبي يا سلام ما احلى الفضاء سبحانه. نحن الآن خرجنا من الغلاف الجوي إلى الفضاء اللانهائي. نرجو من السادة المسافرين فك الأحزمة والاستمتاع والاستجمام بالرحلة. افرحي يا دي القادر. افرحي يا دي القادر. هياك عروسة مودر. هياك عروسة مودر. افرحي يا دي المندرة. افرحي يا دي المندرة. هياك عروسة سكرة. هياك عروسة سكرة. رش النيزك مية. سكسك بالليمون واللي بحبه طلع مجنوني وسكسك سكسك 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 بالكمان واللي بحبه طلع حنان وسكسك سكسك يا باشا. قوم اتحزم ورقص معاهم يا باشا. فيك احنا في رحله. انت اللي بتقول كده يا عم علي. لو فاكرين نفسهم رايحين حديقه الفسطاط، حنا بلدي هي. شو انا يهمك؟ تخلص بس المهمه. اول ما اروح ان شاء الله هحبسهم كلهم. احلى نص شنب يا عم علي. سكسك حصلت سكسك في المكوك. لا تعمل حاجه والله انا عارفك. لا يا ماشي وانسى الدنيا ضمني وانسى الناس ضمني وانسى الدنيا ضمني وانسى الناس على الله ضمني وانسى الدنيا ضمني وانسى
انا مشرف رحله للقناطر. يلا مش هخليك في رشه احنا في رحله. فعلا رحله. طب ام حماده عنده بطه بتعمل كده اهو. لا 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 بلاش البطه دي، انا عندي فوق البطه. ايوه ابعد البطه يا حزلقوم، هنموت كلنا يا عم. دي مغاره البطه يا عم. لا لا انا بخاف من البطه. لا يا حزلقوم بلاش البطه يا عم، دي بطه. لا لا بص لك على حاجه احتمارها وزه. بص لا 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 اوبا، دي لمبة السربنتينة طفت. أنا أروح أشيك عليها وبالمرة أزود الريلاتير مية. اتفضل سعادتك. أوعى تمام مني يا عم علي. ما تقلقش سعادتك أنا مفنجل. أستاذ ممدوح عايز إيه؟ تشرب مية؟ مش عايز منكم حاجة. حسب البطة. الفل يا ابو خير. الفل يا هندسي. استاذ ممدوح بقى شاك نفسه علينا، عزمت عليه بميه رفض. عارف ليه؟ ليه؟ عشان مش معدنيه. اتفضل. تشكر يا هندسي. ما تزعلش، هم اولاد الناس كده. ليه متخرج من الجامعه الامريكيه ولا مؤاخذه يعني بيقعد على كشتي يا كل سيزر سلط الكلام الفاضي دي؟ عارف عارف الناس دول. اساسا الميه المعدنيه اساسا بيجيب الكلى عشان فيها معادن. هو عامل معاك ايه؟ هو ايه؟ المكفوك. لا زي الفول. جراي؟ جراي وبيجري. ما شاء الله، جراي وبيجري؟ انت شغال عليه بقى بقالك قد ايه؟ انا شغال على المكفوك ده من 89. ما شاء الله. امال ده احنا من رواد. ما يبانش عليك، بسم الله ما شاء الله. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ وانت كده وانت ماشي في طريقك ربنا يستر طريقك طبعا، لما بيطلع عليك حد فضائي يثبتك وكده تتصرف ازاي؟ انا بتعامل معاه بالمطوه الفضائيه. ايه ده؟ يا ابني الايه؟ ساموراي. صايع. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ عارف بقى لو بيتاف خلو طم لما تضرب بيها اي حد ما يلمش الجرح. لا انا ببيتها في نيون. نيون؟ فكرة برضك. جربت بيتا فيورانيوم؟ جربت. تلمت تاني يوم. طب تاخد شوية بندق؟ بندق؟ مش انت سنجاب؟ سنجاب ايه؟ سنجاب ايه؟ يا اخي ام الكف يا حرام عليك. انا عندي الطاقة. في ايه؟ في ايه ده؟ لو راح مني ده هنروح في ابو جلال كلنا. يا عم هو عصب يا عم. الحقني سعادتك. مالك يا عم؟ بقيت سنجاب على اخر الزمن. مين اللي قال عليك سنجاب؟ الشلل وسنجاب. قال عليك سنجاب؟ قال عليك سنجاب سعادتك.